السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will continue a neurological or neuro ophthalmology made easy. احنا كنا اتكلمنا على cranial nerve pulses, اتكلمنا على third nerve وال fourth nerve, والحقيقة ما كملناش ال fourth nerve لان هو كانسكي مختصر فيه شوية, لكن في some topics او issues احنا بنقابلها clinical اللي بتيجي في الامتحانات. الناس اللي بتدخل يعني advanced exams هيقابلوها وهيتسألوا فيها for sure, زي ال congenital trochlear nerve, لانه by way this is the common type of fourth cranial nerve. It's the idiopathic or congenital, and when the يعني patient complain يعني بنسبة خلينا نقول about 70% بيبقى decompensated congenital, you know, يعني هو اتولد بيه اصلا وكان compensated فما بيشتكيش وفجأة بقى decompensated فجاي يشتكي. فهو ده الدايلما around congenital trochlear nerve palsy, وليه احنا بنديله اهمية وبنفرده كتوبيك لوحده. لان انا كنت قلت لكم مثلا الموست كومن في الثيرد الفاسكولار الليست, طبعا اللي هو ان يبقى سبيس اوكيوباينج ليجن او الانيوريزم بتاع البوستيريو كوميونيكيتنج ارتري. او الحاجه الثانيه اللي في السكس نيرف هتعرفوا ان هو الفاسكولار, لكن في الفورث نيرف احنا قلنا اشهر سبب الايديوباثيك اللي هو مينلي كونجنيتال, وتاني اشهر سبب اللي هو التروماتيك, ثالث بقى يعني الفاسكولار بيجي في مرحله متاخره. فده بيقودنا لسؤال انه العيان دوت يا اما انت بتشخصه يعني انتوا عارفين يو نو دايجنوز وات از يو نو يعني, فانت بتشخصه عشان انت عارف ان الفورس كونجكتال فورس نيرف بوس هيجي كده. لكن عند مش بيشتكي غالبا, انه غالبا بيبقى كومبنسيتد لعند ما بيحصل الدي كومبنسيشن في مرحله عمريه ما. قد يكون تشايلد فيري ساك فبالتالي مش قادر يعمل الكومبنسيشن الطبيعي اللي ربنا خلقه, بالذات في الاطفال اللي عندهم الفيجوال بلاستيستي والادابتابيليتي بتاعتهم عاليه, او يجي في السن الكبير لما الفيوجنال ريزيرف. واحنا اتكلمنا عن حته الفيوجنال ريزيرف دي في الاسترابيزمس تشابتر, وهنجيب سيرتها هنا تاني لانها ازاي بنختبرها وبتفرق معانا في التشخيص ازاي العيان بيجي يشتكي. انت هتسأل نفسك العيان اللي جاي يشتكي من ديبلوبيا لقيته فيرتيكال وعنده هايبرتروبيا, طب ايه ده, هو ده هو ده ده ايه يعني, مخبوط ده تيومر, المفروض اقلق شد يعني, المفروض ابعته يعمل ام ار اي اميرجنت. قلت لك الام ار اي هنا مرهوش رول الا لو العيان ما بيتحسنش او مالتيبل كرينيال نيرف بوسز. لكن انت هتسأل نفسك اشهر سؤال, ما هو ايديوباثيك, يا تاني اشهر سبب هو تروماتيك, اتخبطت ما فيش هيستوري اوف ذا تروما. فهنبتدي نقول له طب وريني بقى صورك قديمة, هنفاجئ ان العيان ده عامل الادابتابيليتي بتاعت اللونج ستاندنج او كونجنتال تروكن نيرف بوسي تو افويد الدبلوبيا اللي هي اشهر حاجه منها. ان اللي انت هتشوفه انت مش هتشوف السنسور, لكن هتشوف الموتور بارت اللي هو العيان عامل ايه هيد تلت طبعا, وعنده التورتيكولس, وهوريكم صور حالا. فده بيقودنا ان ده دي كومبنسيتد كونجنتال. يبقى احنا كونجنتال كده هقسمه نوعين, كومبنسيتد اند دي كومبنسيتد. كومبنسيتد مش هشتكي من اي حاجه, وانت ممكن تشخصه وما تشخصوش, بس المهم ان هم مجموعه موجوده اوريدي في البوبوليشن. دي كومبنسيتد اللي هيجي يشتكي. طيب عشان ادخل من مرحله كومبنسيتد لدي كومبنسيتد, عامل زي مرحله الانترميتنت او الفوريا لما تدخل الانترميتنت ديبلوبيا او تروبيا, وبعد كده بيبقوا كونستانت او مانيفست تروبيا. انتوا عارفين اصلا في الكوميتنت سكوينت, كنت انا قلت لكم الكلمه دي, اكتر واحد يشتكي يا جماعه مش اللي عنده كونستانت سكوينت, العين بتاع الانترميتنت سكوينت, لانه ما بيلحقش يعمل الادابتيشن حتى لو هو طفل صغير. فتملي الولد او الطفل عموما يعني اللي عنده اكسوتروبيا, علشان هي بتبتدي كده, بتبتدي اكسوفوريا وبعدين انترميتنت وبعدين تبقى كونستانت, العين ده تملي يشتكي فعلا ومصدع ومزغلل, والدبلوبيا الانترميتنت running letters وهو بيقرا والحاجات دي كلها. لكن مثلا اللي هو constant ايزو سواء congenital او الاكوموديتيف الريفراكتيف, ده ما السنسوري اكس تي طبعا, دول ما بيشتكوش اصلا ان هم constant, وهو طفل بيبقى في الفيجوال بلاستيستي بتاعته والادابتابيليتي, فخلاص البرين والموتور فانكشنز بتاعته اتعلمت ازاي هاو تو افويد الكونفيوجن اند ديبلوبيا, فبيعملهم وما بيشتكوش. هم الاهل بس اللي بيلاحظوا الديفيشن اوف ذا اي, فبيجوا للدكتور انا عندي ابن مثلا انا ملاحظ الديفيشن بتاعه, لكن هو ما بيشتكيش. لكن بتاع الانترميتنت هو للشيخ, لانه حتى لو طفل صغير ما بيلحقش يعمل الادابتيشن دوت, فبالتالي ده بيشتكي ذا كومبلينينج ممكن اون اند اوف لعند ما نبقى اون بقى طول الوقت. يبقى بالتالي انا هبقى بروجريسيف
active intermittent وبعد كده on مش هبتدي acute. لكن لو انا acquired هيجيلك ب acute condition ما فيهاش intermittent ما فيهاش progression ان once هيحصل هتحصل complete pictures بتاعت ال fourth nerve palsy. طيب الكونجنيتال غالبا هو انا كاتبه انها ممكن بتيجي في ال3 لا لانهم بيفقدوا حاجه اسمها الفيوجينال ريزيرف ديكريز وهنتكلم عليه واحنا اوريدي اتكلمت عليه في اول تشابتر الاسترابيزمس اللي عايز يفهمه بتعمق يرجع له مع البانم مع البانم اريا والهوروبترز وموضوع الباينوكلر سنجل فيجن خلاص او ممكن يبقى طفل فيري ساك لدرجه ان هو انتوا عارفين احنا اصلا حتى الكوميتنتس كنت بنقول لهم روحوا يعني الاول بنلوم النيوتريشنال ستاتس بتاعت البيبي والجنرال هيلث عن الموضوع المسل امبالانس. في حاجه عايزه بس انبهكم ليها انا ما بتكلم عن باراليتيك عن باراليتيك سواء كونجنتال او اكوايرد انا بتكلم على انكوميتنت كوينت. يعني ايه انكوميتنت؟ احنا قلنا فرق الكوميتنت من انكوميتنسي. الحاجة الثانية طبعا الفرق بقى اللي هو الجيزس المختلفة الانجل بتبقى variable اللي عندي حسمة primary angle و secondary angle لما الانجل اللي هي under cover و without cover يعني whatever لكن عندي under action over action للمسلز. لكن الكوميتنت لما تيجي تعمله الاكسترا اوكلر موتيليتي ما عندكش مشاكل في الموتيليتي بتاعت المسل ممكن يبقى عندك زي مثلا ايزو شوية شوية ايه خلينا نقول over action بس ده بيبقى زي association للسندروم بس مش يعني مثلا العيان ايزوتروبيا بيبقى معاه inferior angle over action association وليس ناتج عن ان هو عنده congenital ايزوتروبيا بدليل ان انت العيان اللي هو الايزوتروبيا اللي تيجي سن اكبر شوية مثلا زي مثلا اللي هي الاكوموديتيف ايزوتروبيا والبارشي اكوموديتيف او ريفراكتيف اني واي ما بيبقاش معاه مثلا انفير اوبليك اوفر اكشن خلاص. لكن العيان ده بتيجي تعمل له موتاليتي الموتيليتي شغاله حتى لو تهيئ لك انها اندر اكشن. ما احنا عارفين حركه مشهوره جدا في الاطفال اللي هي اسمها دول هيد مانوفرز ان انا احرك الراس يمين وشمال فوق وتحت عشان العضلات تتحرك في عكس الاتجاهات فبقى اشوف الفول موشنز بتاعه العضله. الكوميتنس ما فيهوش مشاكل في العضلات لكن الانكوميتنس فيه مشاكل بس مع اللونج ستاندنج عشان احنا دارسين حاجه اسمها هيرينج لو والشيرينجتون لو انه بيحصل في نفس العين في حاجه اسمها دايركت انتاجونست بيحصل لها اوفر اكشن لو في عندي باراليسز لعضله ما دايركت انتاجونست في نفس العين. ونروح بقى لليوك ماسلز اللي هي طبعا اللي شغاله في العين الثانيه اللي هي بنقول عليها ان دايركت سينرجست خلينا نسميها يوك ماسل انتوا فاهمين يوك ماسل ان هي العضله المسؤوله مع العضله الباراليتيك في تحريك العين في الجز في جز معين. اليوك ماسل دي يحصل لها اوفر اكشن فسبحان الله بالتالي اليوك ماسل حصل لها اوفر اكشن في نفس العين اللي هي الثانيه بقى مش العين فيها باراليسيس. الانتاجونست بتاع اليوك ماسلز اللي هو الدايركت هيحصل له ايه بقى؟ ما هنا اوفر اكشن هيحصل له اندر اكشن. اندر اكشن ده بيشبه احيانا الباراليسيس فسموه انهيبيشنال بولس. انهيبيشنال بولس ان هو مش بولس حقيقي هو انهيبيشن للامبالسز اللي بتروح للعضله دي نتيجه ان الانتاجونست بتاعها اوفر اكتنج خلاص فدي بتبقى اندر اكتنج. وده ساعات بيخلي الناس تقول ايه ده هو الباراليسيس فين بالظبط؟ هو الباراليسيس في العضله الاساسيه ولا في العضله الانهيبيشن اللي فيها انهيبيشنال بولسي؟ وعشان كده بسكويسكي اخترع 3 ستيب تيست لانه هو سال نفسه هو انا حتى لو شفت هايبرتروبي انا ما اقدرش احلف بالعشره ان مثلا الهايبرتروبيك اي دي هي الباراليسز في الدبريسور بتاعه العين دي ما ممكن يكون العين الثانيه الاليفيتور هم اللي فيهم مشكله وده غالبا بيتعمل مع الانكوميتنس لكن مش الكوميتنت. الكوميتنت لو عنده هايبرتروبيا في عين العين الثانيه بتبقى فيكسيتنج يا جماعه يعني هو بيبقى يا اما يونيلاترال يا اما الترنيتنج. لكن الانكوميتنس مع اللونج ستاندنج والتشنجز في المسلز اللي بتحصل مع الباراليسيس دوت ده اللي بيخلي العين الهايبرتروبيك يقابلها في العين الناحيه الثانيه هايبرتروبيك. فعشان كده خلي بالكم ان برضو 3 ستابس تيست اللي انا اتكلمت عليه ده المفروض ان هو ابليكابل مع الحاجات الانكوميتنت لكن الكوميتنت لا لان الكوميتنت انت اول ما تست الموتاليتي اصلا الدنيا فري خلاص فده بيبقى مشاكل imbalance في الفيجوال اكسيسز مش مشكله عضله
يعني مش ما فيش عضلة حصل لها باراليسز او ريستريكشن فعشان هي كده. فلما مثلا تعمل هيت تلت ولا العيان يبص في الاتجاه الجهاز ده ولا الجهاز ده الدنيا هتتصلح ولا وهكذا. طيب احنا قلنا طبعا الكونجنت اللي هيبتدي ازاي، وغالبا هيبقى واحد elderly من سن كام؟ عادي up to 50 years old كمان ممكن يبقى presentable with decompensated congenital force nerve حسب بقى النيوتريشنال ستاتس، الجنرال هيلث، الايجنج بروسيس، الفيوجن ريزيرف اللي عنده قادر يحتفظ بيه اللي عنده قد ايه وهكذا. الاكوير طبعا هيبتدي اكيوت وغالبا هيبقى كونستانت ديبلوبيا. طيب هنتكلم على حته الفيوجن فيرجنز امبليتيود دوت. الفيوجن فيرجنز امبليتيود احنا بصوا هفكركم بحاجه كده، ربنا لما خلقنا نبص لاي اوبجكت علشان صوره الاوبجكت ده تقع على الريتنا في العين اليمين وهي تقع على الريتنا في العين الشمال لازم يقع على نفس النقطه علشان انا اقدر اشوف الاوبجكت حاجه واحده مش مختلفه في اي حاجه، وده سميناه الباينوكلر سنجل فيجن. جه العلماء بعد كده قالوا لا العين مش ستريت فورورد كده، مش مسترة وقلم، احنا عندنا شويه ديسباريتي عشان ما يحصلناش ديبلوبيا من اقل حاجه. يعني لو انا مثلا عين تلت ده انا مغمض نص تغميضه، لا يا جماعه يعني لازم يبقى في شويه ديسباريتي. الحاجه الثانيه من الديسباريتي دي ان الديسباريتي دي مفيده لنوع اعمق من الباينوكلر فيجن اللي اسمه الستيريوبسيس. يعني انا لما اعمل استيميليشن في الريتنا في نقطه مختلفه عن النقطه الثانيه شويه في الريتنا الثانيه، ده بيخليني اشوف الاوبجكت من زوايا مختلفه، فبالتالي الزوايا المختلفه دي هتديني سنس اوف ستيريوبسيس. هو اكتر هي مش نقط، ما لقوهاش نقط قوي، لقوها حتى يمكن اريا مساحات في الريتنا، ولقوا انه مثلا العين اليمين ممكن تشوف من زاويه مختلفه فبتشوف مساحه مختلفه. يعني زي مثلا استمنيت منها 1 مليمتر، العين الشمال ممكن استمنيت 1.1 مليمتر، فده بيديني سنس اوف ستيريوبسيس لان ده خلاني اشوف من عمل استيميليشن في الريتنا مختلفه. الديسباريتي دي علشان تحصل اصلا في السبيس وتترجم على الريتنا، الاوبجكت ده موجود في السبيس قدامنا في الفضاء المصمت قدامنا، احنا خلاص اتفقنا ان انا ممكن ما اشوفش في خط، انا ممكن اشوف في ديسباريتي. فبالتالي علشان تحصل في السبيس قدامي وترجم كديسباريتي في الريتنا ورا، ده اسمه بانم اوف فيجن. البانم ده عامل زي البوتاي كده زي البيبيون بتاعنا، بيبقى طبعا رفيع شويه في السنتر وادخن في البريفري، وده طبيعي عادي لان انا ببقى عايزه في السنتر. طبعا الستيريو اكيتي بتبقى لازم تكون النقط الاستيميليتد جنب بعض قوي عشان كمان اسمه ايه الفاين فيجن، اما في الفار انا مش محتاجه الفاين فيجن قوي، فممكن نتقبل مساحات واسعه تبقى استيميليتد في نفس الوقت، مش انا مش هشوف فاين ديتيلز اصلا بالبريفري بتاع الريتنا. anyway المهم يعني البانم دي هي المسؤوله على موضوع الستيريوبسيس. طيب علشان بقى ده كله سنسوري ادابتيشن، طب انت يا عين علشان تقدري تشوفي الديسباريتي دوت، احنا اتكلمنا على الديسباريتي في الريتنا والريتنا كورسبوندنج وان هما مش لازم يبقوا نقط شويه، احنا قابلين بشويه ديسباريتي وكده، ايه اللي هيحصل؟ العين بقى هتالاين نفسها ازاي علشان الديسباريتي اللي في البانم ده تجمعهم هي ورا ويبقوا في النهايه هيترجموني في البرين سنجل فيجن؟ قال لك خلاص انا انت بتبص هوريزونتال ولا بتبص فيرتيكال؟ انا ببص هوريزونتال، انا ممكن اسمح بديسباريتي عاليه جدا في الهوريزونتال لان البانم واسع من اليمين للشمال عالي جدا، لكن فوق وتحت ده قليل اللي هو الفيرتيكال بارت بتاعه دوت، مساحه الازاحه فيه قليله. ده بعد لو ما حصلش الفيوجنال ريزيرف ده، يعني الفيوجنال ريزيرف دوت قدره العين. طبعا هتقيسه ازاي؟ هتقيسه ان انا احط بريزم عشان اعمل ديفيشن للايمج. يعني زي مثلا هوريك ورده قدامك على بعد وعايز اختبر الفيوجنال ريزيرف بتاعك الهوريزونتال، احط لك مره البريزم بيز اوت قدام عين واحده بس والعين الثانيه مفتوحه لا فيها، ده مش كفر بريزم تيست يا جماعه، ده بنقيس ازاي انت عندك فيوجنال ريزيرف، واقول لك انت استيل شايفها واحده وازود الباور وازود الباور لعند ما تبقى الصوره دبل. وانس انها دبل يبقى الفيوجنال ريزيرف بتاعك اتكسر في الحته دي. مره اوريك في النير، مره اوريك في الفار، مره احط لك البريزم بيز اوت، مره بيز ان، مره بيز داون او بيز اب وهكذا عشان اقيس الفيرتيكال. خلاص دي الفكره. ايه اللي بيحصل؟ انا لما بحط لك البريزم قدام عين انت غصب عنك الصوره اللي واقعه على الريتنا دي بتتزاح في ناحيه الصوره بتتزاح ناحيه الايبكس
بتاع البريزم، فبالتالي بتتزاحل الريتنا بتاعت العين دي. طيب العين التانية مش عايزة تبقى confused، مش عايزة تبقى developing، فغصب عنها تبتدي تحرك العضلات لعند ما تالاين العين التانية بحيث انها تستقبل الاوبجكت او صورة الاوبجكت على corresponding retinal، خلينا نقول normal retinal corresponding area، احنا اتفقنا انها مش point قوي، بتاعت العين اللي هي قدامها البريزم، فبالتالي تقدر تشوف السنجل فيجن باللي احنا اتفقنا عليه. لو الموضوع اكبر منها، لان الازاحه اكبر من العين، لان الازاحه اللي عملها البريزم اكبر من قدره العين على انها تكونفرج او دايفرج او تيليفيت او داون حسب هو فيرتيكال ولا هوريزونتال وهكذا، ده خلاص يبقى ساعتها انت هتبقى ديبلوبيك. الهوريزونتال ارقامه كبيره، لان انا هقول لكم ليه ارقامه كبيره والفيرتيكال ارقامه صغيره. الهوريزونتال اعلى حاجه الكونفرجنس بتبقى ارقامه، هو لها حاجه لها علاقه بالفسيولوجي والاناتومي بتاع العضلات، يعني ارقامه تقريبا 35 في النير للاطفال، 25 للادلت، بعد كده في الفار بنبقى ممكن نوصل 20. الدايفرجنس ارقامه اقل شويه. نيجي بقى للفيرتيكال، ارقامه صغيره قوي، يعني هنلاقيه من 3 ل 5 بريزم دايوبتر، وفي كتب كتبت على استحياء 8 بريزم دايوبتر. المهم ان هو مش اكتر من 8 بريزم دايوبتر. ليه؟ لان الهوريزونتال سهل العضلات تتحرك بالفول موشن بسهوله، لان انت عندك ايه، انت الادكشن او الابدكشن بتعمله عضله واحده بس، يا اما ميديال ريكتس يا اما لاترال ريكتس، وهي هوريزونتالي الايند، لا جايب وربع على العين ولا جايب انجل ولا جايب اي حاجه. افتكروا الاناتومي بتاع الاكسترا اوكلر ماسلز. اما الفيرتيكال انا عندي عضلتين مسؤولين عن الاليفيشن وعضلتين مسؤولين عن الدبريشن، محطوطين للاسف مش مع الفيرتيكال، مش محطوطين سوري مش محطوطين مع الفيرتيكال عمودي عليه، اللي هو محور الحركه الفيرتيكال. احنا عارفين محور الحركه بيبقى اللي هو الهوريزونتال، اللي هو اعتقد كان اكس فليستنج بلين، كان الاكس اللي هو الهوريزونتال بلين، مش محطوطين عمودي عليه، دول جايين بزوايا، او خلينا نقول ابسط جايين مع الفيجوال اكسس بزوايا او الاوبتيكال اكسس بزاويه. انتوا عارفين الاوبليك جايه بزاويه 51 درجه والتانيه جايه بحاجه و30 درجه 23 درجه اعتقد، فبالتالي في زوايا عندي. طيب ايه الحل؟ 23 درجه ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انا عشان ابقى اليفيتور او ديبريسور بالنسبه للاوبليك والركتاي ماسل السوبير والانفير اللي هم الفيرتيكال ركتاي، لازم ايزوليت الحركه دي في اتجاه معين بحيث ان الاوبتيكال اكسس بتاع العين يبقى مع نفس اكسس العضله. ده بيحصل للركتاي لما تكون ابدكتد، وبيحصل للاوبليك لما تكون ادكتد. طب انا دلوقتي بختبر في فيرتيكال فيجنال ريزيرف، حط البريزم بيزم داون مثلا قدام عين، والعين الثانيه لازم تتجه مع اتجاه العين لفوق ناحيه الايمج اللي ديسبليس دي علشان ما يحصلش ديبلوبيا. طيب هتتجه فين؟ هي جايه من البرايمري بوزيشن طالعه فوق ستريت فورورد زي حركه الدكشن مش الفيرجنز، فايه اللي هيحصل؟ انا كده اللي بيطلعها فوق مثلا هتلاقيه عضله السوبيرو لاكتس والانفيرو اوبليك، بس هل هم ادكتد او ابدكتد؟ لا، ده هم في البرايمري بوزيشن في البلين بتاع السنتر، يبقى بالتالي ما بيعملوش الحركه كامله، ده بيعملوا جزء من الحركه، فما يقدروش ياخدوا الفول موشن بتاع الاليفيشن او الديبريشن، فبالتالي الباورز بتاعتهم قليل. مش هتلاقوا حد يقول لكم الكلام ده كتير، بقى افتكروني بيه. طيب دي صوره طبعا للموضوع الفيرتيكال ديسباريتي بيحصل ازاي، انه لو انا حطيت بريزم فعملت ازاحه وحطيت هنا ريد جرين فلتر مش هيفرق، الفكره ان هو عمل باينوكولر ديسباريتي، فواحده صوره فوق واللي تحت انا عايزه اجمعهم كاوبجكت بحيث يبقى البروجكشن بتاعهم جاي من الفوفيا على النقطه دي. انا العين تقدر تالاين نفسها اللي عند كام؟ لعند ما يوازي قوته 3 ل 5 بريزم دايوبتر، او في بعض الكتب 8 بريزم دايوبتر. طيب انا هعرف الكونجنتال من الاكوارد ازاي؟ قلنا من اول حاجه البرزنتيشن اللي هو الانترميتنت، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه ان العين ده بيبقى عامل من نوع من الادابتابيلتي بتاعته، احنا قلنا في كذا ادابتابيلتي، موتور وسنسوري، هيبقى عامل التورتيكولس اللي هو بنقول عليه هيد تيلت تو انذر شولدر، زي ما خدنا عادي في الفورست نيرف اللي هو فبالتالي عند تورتيكولس. وده حتى العين لو جه قول له وريني صورك القديمه هتلاقيه من هو صغير عنده الهيد تلت ده، فهتعرف ان هو كونجنتال. طيب تيجي تقيس له الفيوجنال امبليتيود بتاعه الفيرتيكال بالذات، بقى ما انت شايف الهايبرتروبيا قدامك وشايف الهيد تلت، هتلاقي المفروض الرقم انا عندي كده ماركر، خلي بالك ده اسمه فيوجنال امبليتيود، انا ما بقولش سايكلو تورشن، ده مش المادوكس رود، بنتكلم على بريزم عادي بيس داون اوكي، اللي هو فيرتيكال بريزم يعني
عدى 10. وانس انه عدى 10 اعرف ان انا عندي congenital fourth nerve، سواء بقى compensated او decompensated. احنا بنتكلم دلوقتي عشان عين جاي يشتكي، لكن حتى لو مش بيشتكي وانت عين شكيت ان هو congenital fourth nerve، انت بس اعمل له التست بتاع البريزما فورث، التست بتاع الفيرتيكال فيجنال امبليتيود ده. طيب مع اللونج ستاندنج لان هو congenital وجالك في سن كبير، غالبا الرول بتاع الهيرنج والشرينكينج له هيبقى بلايد، والبدل ما يبقى incompetent squint اتحول لcommitant squint. اتحول لcommitant squint ازاي؟ عشان اللي حصل التشنجز اللي حصلت مع الباراليتيك ماسلز. ايه اللي تشنجز اللي حصلت يا دكتوره؟ ولنفترض ان انا عندي في نفس العين في سوبيريور اوبليك بولسي هيقابلها في نفس العين الابسيلاترال اللي هو الدايركت انتاجونست الانفيرور اوبليك اوفر اكشن. طيب هيقابلها في العين الثانيه ايه؟ اليوك ماسل بتاعه السوبيريور اوبليك، واحنا اتفقنا هي مين؟ الانفيرور ريكتس ماسل، يبقى كونترالاترال اوفر اكشن في الانفيرور ريكتس ماسل. طيب الكونترالاترال انفيرور ريكتس ماسل الانتاجونست بتاعتها هي السوبيريور ريكتس، وبيحصل لها انهبيشنال بولسي او اندر اكشن، لدرجه انه احنا احيانا العيانين دول من كتر ما هم جايين كوميتنس بنفتكر احنا مش متاكدين هو سوبيريور اوبليك بولسي في العين الهايبرتروبيك ولا سوبيريور ريكتس في العين الهايبوتروبيك. عشان كده بليسكويسكي اخترع الاختراع بتاعه دوت، علشان قال لك هي لو سوبيريور ريكتس هتتفقس لما تكون العين ابدكتد، خلاص الحركه هتسوق اكتر لما تكون اللي هي الهايبوتروبيا، يعني لما تكون العين ادكتد، لما تكون العين ادكتد السوبير اوبليك بولسي هتسوق. وقال لك اعمل الهيس سكرين، يعني هيس سكرين هيؤكد لك هو مين الماسلز اللي الباراليسيس فيها حصل الاول، لانه الباراليسيس بتاع سوبير اوبليك احنا فاهمين ان دي سوبير اوبليك بولسي يعني فورس كرينيال نيرف، يعني النيرف اتضرب وحصل باراليسيس للمصل. لكن لو اتكلمنا على اللونج ستاندنج وانه حصل سوبير ريكتس اندر اكشن دوت حصل نتيجه انهبيشنال بولسي وليس باراليسيس حقيقي. لانه تعالى كده نتكلم على سوبير ريكتس، هي كان بي بارالايزد انديفيديوال، صعب قوي هي بتاخد منين؟ بتاخد من الثيرد نيرف، خلاص بتاخد من الثيرد نيرف. صعب قوي ان مثلا اقول انا عندي بوش ثيرد نيرف ضرب الثيرد، ضرب السوبير ريكتس بس، صعب. لان السوبير ديفيجن بتاع الثيرد نيرف لو حتى في ديفيجنال، لو قلنا مثلا لو قلنا مثلا هي ممكن تبقى نيوكلير من الكونترالاترال سايد، صعب ان انا اخد النيوكليس واحده من الثيرد نيرف، هو كومبلكس نيوكلياي، فلازم تبقى اسوشيتد بحاجه ثانيه. يعني مثلا النيوكلير تمل يبقى معاه بايلاترال توزز، لان قلت لكم الليفاتور نيوكليس بتدي بتدي عضلتين مع بعض، والسوبيريور ريكتس بتدي الناحيه الثانيه. سي مثلا على الاقل هيبقى معاها بارشل، حتى النيوكلير ثيرد نيرف كده ليه كرايتيريا يقول لك على الاقل بارشل ايه ثيرد بايلاترال، قصدي سوري بارشل توز بايلاتر، ومعاه مثلا سوبيريور ريكتس انضربت او انفيريور ريكتس مع انفيريور اوبليك اللي هو النيوكلياي اللي تحت مع ميديال ريكتس anyway. طيب لو هي ديفيجنال السوبيريور ديفيجن مش بيدي سوبيريور ريكتس لوحدها، بيدي معاه الليفيتور، فعلى الاقل لازم تيجي بريزنت بتوزس، فالتوزس محاصرك محاصرك في الثيرد نيرف، فاهمين قصدي؟ على الاقل حتى لو ما كانش كومبليت توزس هيبقى بارشل توزس، فما ينفعش اقول السوبيريور ريكتس باراليتيك لوحدها. فده نوع من انهبيشنال بولسي نتيجه سيكولي بتاع سوبيريور اوبليك بولسي في العين الثانيه، اوكي؟ فدي حاجه حلوه جدا. طيب انت لو مش متاكد هتعمل الهيس سكرين، وده اللي هياكد لك ان ده لا ده الباثولوجي مينلي في السوبيريور اوبليك او البرايمري ابتدى في السوبيريور اوبليك، وهقول لكم ازاي بنقراه حتى لو كوميتنس. خلي بالك بقى موضوع الرول اوف كوميتنس دوت يعني ايه بقى؟ يعني الدنيا بقت alternating، انت شايف عين هايبرتروبيك وعين هايبرتروبيك، تيجي تشوف الاكشن بتاع العضلات مش راكبه، انت عندك السوبير اوبليك اندر اكشن والسوبير ريكتس في العين الثاني اندر اكشن، يا ربي طب انه عضله تعمل مثلا الهيس سكرين طبعا قلت لك هيعملك والبسكويسكي ستيب تيست، وتسال على صوره. يبقى انا الكوميتنس ده اعرف انه ده كوميتنس مش حقيقي وده بس من نتيجه لانج ستاندنج، ازاي؟ ان انا هعمل الهيس سكرين، ودي واحده من الفاليوز بتاعت الهيس سكرين، وان هشوف الاولد فيتوز فوتو، وان هعمل ال 3 بسكويسكي تيست 3 ستيب بسكويسكي تيست. طيب ده الهيس سكرين، احنا طبعا تملي بنقرا عادي، هو بيقول لك هنا رايت دي الرايت ودي الليفت. انا تملي ايه الهيس سكرين ملهوش رول قوي في الكوميتنت،
الا ان الكوميتنت ما عندوش اندر اكشن اوفر اكشن، والفيلدز بتاعتهم زي بعض. هو بس ممكن يوريني السنتر بتاع العين اللي فيها باراليسز او ديفيشن، او مثلا توردس النوز توردس التمبل فوق تحت وهكذا، يقول لي التايب اوف سكوانت الديجري بتاعته ممكن اقيسها. وانا شرحت الهيس سكرين في الاسترابيزمس تشابتر، قلت لكم كل مربع يعني كام في الانجل، اللي هو 5 ديجري انجل لو انا فاكره معاكم. هالمربع الصغير بيبقى من فوق 15 من تحت 15 ويمين وشمال 15 ديجري و... طيب لكن الانكوميتنس العين التانية غالبا بتبقى في السنتر. يعني لو انا عندي عين هايبرتروبيك العين التانية بتبقى فيكسيتنج، هو يا اما اولترنيتي اما يوني لاترال. لكن عشان اشوف المنظر ده عين السنتر بتاع ده السنتر بتاع الهيس سكرين، اللي هي الدايره اللي في النص دي اللي هي مفتوحه مش المقفولين خلاص، وده السنتر هنا عشان اشوفه طالع لفوق ودي نازل لتحت، فانا ابقى to some extent متاكده ان ده اصلا كان انكوميتنس، لان مفيش حاجه اسمها عين تبقى هايبرتروبيك وعين هايبوتروبيك في الكوميتنت تايب. يبقى ده غالبا لونج ستاندنج انكوميتنت تايب وقلب على كوميتنسي. طب يعني انت جبتي كلمه كوميتنسي منين يا دكتوره؟ ان الكوميتنسي ان ما بقاش عندي فيلد في الهيس سكرين ريستريكتد. يعني هو الطبيعي لو ده فريش فورث كرينيال نيرف، لو هي الرايت اي مثلا زي ما هو بيقول، هيبقى الفريش ده هتبقى هنا دوت الفيلد ده بقى كله صغير خلاص، اللي هو الاوتر فيلد. طبعا يهمني جدا الاوتر فيلد، وهنا ده عادي نورمال وما فيهوش الانحرافات دي لانه لسه ما لحقش يعمل السيكولي. لكن هنا بقوا الاثنين واسعين وكبار وزي بعض زي الفل. طيب هاجي اشوف ايه اللي حصل، ايه اللي تشنجز. هنا عندي السوبيريور اوبليك اللي هي ديبريشن ان ادكشن، ادي داون او اندر اكشن. اندر اكشن بكام؟ حتى احنا ممكن نقدر نحسبها، ادي 1 2 مربعين ونص. 40 ونص دول يعني نجيبه حوالي 12 ونص ديجري، يعني بنتكلم في 30 برزم فيرتيكال تروبيا، ودي اليفيتد خلاص. وهنا وهنا بالتالي دوت هنا اللي هو الدايركت انتاجونست بتاعها اللي هي الانفيرور اوبليك فيها شويه هايبر اكشن. دول العضلات دي عادي، دي واصله هنا ودي واصله هنا قدام بعض، ده النورمال، لان المفروض كان ده يكمل كده وده يكمل كده، ده النورمال خلاص. طيب نيجي العين الثانيه، بصوا كده بقى اليوك ماسل بتاعتها هي الانفيرور ريكتس، لا نازله عن اللي قدامها اللي هنا، شوف نازله خالص فين. الانتاجونست بتاع اليوك ماسل بقى اللي هو السوبيريور ريكتس دي خلاص بقت ايه اندر اكشن، كام مربع؟ مربعين، مقربه من السوبيريور اوبليك بس هو اكتر منها، ده 2 ونص ودي 2، يعني لو دي 12 ونص فدي بنتكلم في 10 ديجري. فبالتالي دي اللي بنقول عليها انهيبيشنال بولسي، بس انا قدرت اخد بالي من حاجات تريكي شويه، انه مش طبيعي ان انا الاقي مش طبيعي ان انا الاقي دي هايبرتروبيك ودي قدامها هايبوتروبيك، على الاقل في عين هتبقى فيكسيتنج. الحاجه الثانيه صحيح ان هما الفيلدز شبه بعض ويديني رول اوف كوميتنسي، بس هشوف الاندر اكتنج ماسل. انا عندي اثنين اندر اكتنج هنا اهم، اللي هما السوبيريور اوبليك والسوبيريور ريكتس، هلاقي الاندر اكشن ده اكبر من الاندر اكشن ده، فغالبا دي هتبقى البرايمري اندر اكتنج ماسل. واثنين اوفر اكتنج طبعا اللي هي هتبقى هنا في نفس العين الانفيرور اوبليك، وهنا في نفس العين وفي العين الثانيه ازي سوري هتبقى الانفيرور ريكتس. ركزوا معايا بقى عشان ده الرول ده بتاع ده نفس الحركات دي او نفس الاكشنز بتاع المصل ده، لو انت بتست الموتاليتي في العيان بتاع الكونجنتال فورث نيرف هتلاقيها. يعني انت هتست كده يمين وشمال وفوق وتحت وتعمل 3 ستيب تيست مع الهيس سكرين، خلاص انت شخصت حالتك. وفي حاجات تانية طبعا، انا هوريكم حاجة بس قبل ما اجي للسايكلوتورشن دي، خلينا اوريكم الصورة دي عشان هي انا هربطها بالهيس سكرين. ادي الطفل دوت، دي صورة في البرايمري بوزيشن. ايه اللي احنا ملاحظينه؟ العين الرايت النازله لتحت لان انا شايف السوبيروس كليرال شو، والعين الليفت طالعه لفوق يعني هايبرتروبيا لاني شايف الداون او انفيروس كليرال شو، يبقى دي ليفت هايبرتروبيا او رايت هايبوتروبيا. احنا مش عارفين بس احنا دايما تملي لغه الاسكوينت بنقول ليفت اوفر ايه رايت، فخلينا نسبوز ان هي ليفت اوفر رايت، يا اما الباثولوجي في الدبريسور في الليفت يا اما في الاليفيتور في الرايت. خلينا نشوف. طيب هنقول للعيان حضرتك بص لفوق، العيان هنا بيبص اهو لفوق على طول دايركت مش في اي اتجاه. لاحظتوا ايه بقى؟ لاحظتوا ان العين الليفت الاليفيشن بتاعها احسن من العين الرايت، احسن من هنا من الاليفيشن ده، فمعنى كده ان مفيش باثولوجي في الاليفيشن في الليفت
لكن ممكن يكون في باثولوجي في العين الرايت. انا لسه قايله لك في الهيس سكرين الانهيبيشنال بولس بتاع السوبيور ريكتس، افتكروا معايا، لان هنا كده بقى اللي شغال عضله واحده في الاليفيتور اللي هي الانفيرور اوبليك في الرايت اي، دي هي اللي شغاله، لكن السوبيور ريكتس ضاعت، فبالتالي هو مش قادر يرفع مقارنه بده. ده لو بصت في الداون جيز هتلاقي العكس، يعني تعالى كده بصي لي هنا في الداون جيز ده، شايفين هنا ده مش قادر ينزل عينه، بس هو طبعا ده داون اند اند اوت، معلش بس يعني كما لو كان يعني خلوه في البرايمري بوزيشن زي ده، انا ما اعرفش ليه ما فيش صوره برايمري بوزيشن هنا، بس ده مش قادر ينزل عينه كفايه، لكن ده نزلها اكتر بكتير، لان هنا الاوفر اكتنج هم الداون الناحيه دي. طيب نرجع تاني للولد دوت، خليه يبص يمين وشمال، يمين وشمال، بص شمال مفيش اي حاجه، مش ملاحظين اي حاجه خالص، لان دي العين دي الابدكشن ودي الادكشن، وانا اصلا شاكة في باثولوجي هنا، يا اما في السوبير الاوبليك دي اللي هم الدبريسور، يا اما شاكة في السوبير الريكتس هنا، فهنا احنا انا بعيد عن الفيلد بتاعهم. تعالوا بقى للفيلد التاني ده اللي بص رايت، في الطبيعي في الفورث نيرف الاكوايرد في الطبيعي كانت العين دي هتبص عادي ناحيه الرايت اللي هي الرايت اي، والليفت لو هي اكوايرد او فريش فورث نيرف هتلاقوا وهو باصص رايت في الرايت جيز، احنا قلنا تو كونترا لاترال جيز بيحصل ايه في الادكشن، الهايبرتروبيا تزيد. لاحظتوا الهايبرتروبيا هنا ما زادتش، لكن ايه اللي حصل هنا؟ هل دي بقت هايبرتروبيا؟ دي بقت مور هايبوتروبيك، نزلت لتحت. ليه؟ ليه نزلت لتحت؟ الفيلد ده الابدكتنج فيلد بتاع مين؟ بتاع السوبيريور ريكتس والانفيرور ريكتس. طيب بتاع ايه اللي حصل؟ السوبيريور ريكتس فيها انهيبيشنال بولسي، والانفيرور ريكتس اللي هي اليوك ماسل بتاع السوبير اوبليك اوفر اكتنج، خدتوا بالكم من الحته دي؟ فحصل داون داون شوت عشان ده انفيرور ريكتس اوفر اكشن، اوكي؟ وهنا ما عرفش لما يجي بقى يبص اب اند اوت ما عرفش يرفع، يعني هنا داون شوت عشان انفيرور ريكتس اوفر اكشن، وهنا اب اند اوت ما عرفش يرفع عشان ده الفيلد بتاع السوبير ريكتس اللي فيها انفيرور فيها قصدي انهبيشن الكوسي، لكن بالعين اللي فيها كونجنتال فورث نيرف قدر يرفع، لان الاب اند ان ده بتاع مين؟ بتاع الانفيرور اوبليك، والانفيرور اوبليك بالعكس الانفيرور اوبليك هنا اوفر اكتنج لان دي دايركت سينرجست، يبقى شايف حتى هو ده فعلا عنده كما لو كان سكندري انفيرور اوبليك اوفر اكشن. الناس اللي عارفه يعني، بس ده على جريد 2 ما جابش جريد 3 لانه في الادكشن ما ظهرش، لكن ما اب اند اليفيشن كده اب اند اوت سوري، هنا اب اند ان وهنا الاب اند اوت، هنا ما قدرش يرفع، هنا جاب جريد 2. طبعا نيجي بقى ننزل تحت اند اوت، العين الشمال ما قدرتش تنزل لان الباثولوجي سوبير اوبليك ميلي، لكن دي اشتغلت واشتغلت بالزياده كمان، لان دوت هنا اليوك ماسل ده الفيلد بتاع اليوك ماسل بتاعتها الانفيرور ريكتس. العكس هنا ما هنا ما عنديش مشاكل قوي، مش باين اي حاجه. نعمل بقى البلسكويسكي تيست او الثري ستيب تيست، بس اشهر احنا طبعا ده يعتبر جزء منه اللي هو ده، وده خادع بقى هنا في اللونج ستاندنج، مش هعتمد على الهيد تلت وليس هعتمد على الرايت والليفت جيزز، لان انتوا شايفين هنا هنا حصل نوع من الخداع، يعني انا شفت ده فيري سيتنج لاي، هو ايه ده؟ ده مش اللي انا متعود عليه، ان انا لما هيبص للكونترالاترال جيز الهايبرتروبيا هتزيد، ده بالعكس لما بص للكونترالاترال جيز الهايبرتروبيا بتاعت العين الثانيه هي اللي وقعت، فده ممكن يقول لي لا ده سوبيرو ريكتس بولسي، لكن اللي هياكد لي لا ان السوبيرو ريكتس بولسي في العين دي ده نوع من الانهبيشنال بولسي وليس بولسي حقيقي، ان هو مش هيمشي، ان مفيش سوبيرو ريكتس بولسي لوحدها كده من غير توزس من غير اي علامات سور نيرف حتى لو ديفيجنال او بارشنال، لكن هنا لما اجي ابص اعمل هيت تلت بقى تيست، طبعا ده تو ذا اوبزيت سايد الهايبرتروبيا مفيش، للسيم سايد الهايبرتروبيا زادت وزادت زادت بدرجه كبيره جدا، ودوت طبعا ماشي تمام جدا انه الابسي لاترال هيت تلت بيزود الهايبرتروبيا في السوبيرو اوبليك بولسي، لكن كونترا لاترال هيت تلت او تو ذا اوبزيت سايد بيحصل كومبنسيشن للهايبرتروبيا. طيب نفترض الطفل ده بقى هو دي كومبنسيتد امتى؟ مش دي كومبنسيتد لما حركات العين دي بتظهر عليه، لا عادي ده لونج ستاندنج فورث نيرف باراليسيس او كونجنتال تايب لونج، دي كومبنسيت لما يجي يشتكي هو من ديبلوبيا. خلاص؟ طيب لما يجي يشتكي من دبلوبيا بقى، يعني انا لما يجي يشتكي من دبلوبيا، اولا الدبلوبيا بتاعته فيرتيكال وباينوكلر ما اختلفناش، هل هتبقى سايكلو تورتد زيها زي اللي ما بيحصل في الفريش تايب او الاكوير تايب بتاع الفورت كرينيال نيرف؟ يعني هتبقى سايكلو تورتد على المستوى الدكتور الاكزامينر وليس على مستوى العيان. ليه مش على مستوى العيان؟
بص يا جماعه، هو لما الكومبنسيشن عموما للدبلوبيا، انا عندي الدبلوبيا دي باينوكلر خلاص، ده بتوع كل البراليتيك نيرفز بتبقى باينوكلر، لكن فيها جزء فيرتيكال وفيها جزء سايكلو تورتد، لانها بتبقى سايكلو تورتد. الكومبنسيشن بيعتمد على حاجتين، ان انا عندي اللي هو الفيوجنال فيرتيكال فيوجنال ريزيرف اللي اتكلمنا عليه بتاع البانم ومش عارفه ايه والعضلات والبريزم والحاجات دي، ده بيفقد مع كبر السن. لكن ده بيكمبنسيت فور فيرتيكال تايب او سب تايب اوف ديبلوبيا. ايه اللي بيكمبنسيت للسايكلو تورت تايب دي؟ اتكلمنا عليها، اللي هو الهيد تلت تو ذا اذر شولدر، اللي هي الحركه دي اللي هي الهيد تلت تو ذا اذر شولدر. الهيد تلت تو ذا اذر شولدر ده هيعمل له التورتيكولس. هل ده لما يكبر في السن الهيد تلت والتورتيكولس النك سبازم ده هيروح؟ بالعكس، ده بيزيد. فبالتالي ده عمره ما هيدي كومبنسيت، لان هو مش هيقدر يعدل راسه اصلا حضرتك الا لو انت عملت له سيرجري بقى وكوركت النك سبازم ده خلاص، فهو مش عايز راسه، فبالتالي السايكلو تورشن طول الوقت كومبنسيتد عنده. فده السبب لما بيبقى دي كومبنسيتد، هو بيشتكي من فيرتيكال ديبلوبيا ما فيهاش اي سايكلو تورشن، وقال لكم هو بيعرفها ازاي. طيب من الحاجات اللي ملفته للنظر يعني ده ثانيه واحده بس انا هقول لكم، يبقى سبجكتيفلي العين لو حطيت له مادوكس روت هيشوف الخطين، خط فوق الخط التاني، يعني حطينا ريد جرين مادوكس روت دبل، سواء دبل او يوني او مش دبل، يعني مش شرط، هو هيشوف سواء خط احمر وخط ابيض او خط احمر واخضر. لو انت اللي حطيت الدبل مادوكس روت هيشوف الخطين فوق بعض، ما فيهمش اكسايكلو تورشن، ما فيهمش حته العوجه اللي بيشوفها مع الفريش او الاكواير تايب فورس نيرف. طيب العيان ده خلاص هو شافهم كده، فانت ممكن تسال نفسك هو ده كوميتنت؟ ما هو الكوميتنت هايبرتروبيا هيشوف الخطين فوق بعض وما فيهمش العوجه، خلي بالك ده فرق بينه وبين فورس كرينيال نيرف. هتعرف طب برضو هتعرف ازاي بالكي اللي قلناها؟ طبعا سبجكتيفلي زي وزي الكوميتنت، واشهر كوميتنت اصلا ممكن يجي لك اللي هو الانفيرو اوبليك اوفر اكشن، غالبا العيانين دول فعلا حتى بتشوف فيهم حته الفاندس اكسايكلو تورشن او الماكلا الفوفيا اكسايكلوتورشن. انتوا عارفين لو خدنا خط من السنتر بتاع الفوفيا وصلناه بالاوبتيك ديسك هيجي في اللور 1/3، ده الطبيعي لما بيحصل انسايكلوتورشن. الفوفيا بترتفع عن مستوى لان هو البول اللي هو ال 12 الساعه 12 بتاعه الكونيه بتدخل انورد، فبالتالي الاوبتيك نيرف ينزل لتحت والفوفيا ترتفع. لما اعمل اكسايكلوتورشن ايه اللي هيحصل؟ الفوفيا تنزل لتحت والاوبتيك نيرف هو اللي يرتفع، لان هتبقى ساعتها اللي هو البول الفيرتيكال بول بتاعه الكورنيا اللي هي الساعه 12 تروح ناحيه التمبل. فهو تخيل له المنظر كده على عين العيان، انت بتشوف طبعا لو بتفحص بالعدسه 90 هتشوف المنظر ده مقلوب، لكن لو بتصور بصوره فاندس فوتو خلاص يبقى الفوفيا لو فوق الليفل بتاع الاوبتيك نيرف هيد ده انسايكلو، لو تحته ده اكسايكلو، لو بال 90 اقلب الكلام اللي انا بقوله خلاص. طيب يعني ما فيهاش حاجه، بس هو ده عم بيوريك برضو هنا تاني في ال ازاي ان الهايبرتروبيا طيب بصوا كده من الصوره دي، صوره البيبي ده هو عامل هيد تلت، الهيد دي تلتد، انا شايفاها تلتد لللفت شولدر، فانا متوقعه انه لو هيكون عنده باثولوجي هيكون في الرايت اي، ماشي ده المنظر اللي احنا متوقعينه. برده حاجه برده عايزه تاخدوا بالكم منها، تملي في البراليتيك يبقى في وايت بالبيبرال فيشر شويه عن العين الثانيه. هو صحيح في ناس نورمال بوبوليشن كده بيبقى عندهم اسيمتري في البالبيبرال فيشر، بس دي برده من الحاجات اللي ملحوظه جدا مع الناس البراليتيك. الاطفال الكونجنيتال بقى لقوا حاجه غريبه جدا، انه على الناحيه اللي هي الهايبو سوري اللي فيها قصدي باراليسس، لقوا ان التشيك بتاعتهم بتبقى مال ديفلوبد او هايبو ديفلوبد. هوريكم صور دلوقتي حل ده، طبعا في البرايمري بوزيشن مش باين عليه قوي مين العين الهايبر ومين الهايبو، لكن لما بص الناحيه دي طبعا دي في الادكشن الهايبر زادت، لما بص هنا مفيش مشكلة، لما يجي يبص لتحت
يعني عايز يوريك بحته الهواء اسمها الفي جيز عشان الاكسايكلوتورشن، يعني شايف لما يبص لتحت الانجل بتجيب كده في، ولما يبص لفوق دي بتروح جايه شوتينج عشان الاكسايكلوتورشن اللي بيحصل في الليفت اي. طيب هي دي بقى حته بنسميها فيشال اسيمتري. قال لك هات طفل عنده كونجنتال فورث نيرف وخد خط ما بين الاوتر كانسس للاوتر كانسس ومده، وخد خط ما بين الاوتر لب او الاوتر انجل او البوث انجلز بتاعت اللب ومده كده، وخد خط في النوز في المنتصف، وتعالى خد لي تاني خط على اللي هنا ما بين الاوتر كانسس واللب، ما هنا ما بين الاوتر ليب برضو والاوتر كانسس بتاعت العين دي. هتلاحظ ان سبحان الله زي السايكلو تورج زي ما بيحصل في الدبل مادوكس روت في الفريش فورت نيرف باراليسيس، هتلاحظ خطين فوق بعض المفروض ان هم يبقوا بارل لبعض، لا اللي بيحصل بقى ان الخط ده كده نازل لتحت على اللي تحت، لانه عنده الفيشل اسيميتري عنده الجزء اللي فيه باراليسيس ده كله بقى هايبو ديفلوب. يعني الطفل ده من الخطوط دي اعرف ان هو عنده رايت باراليسيس فور كونجنتال فورث نيرف، وهنا البنوته الحلوه دي من الليفت سايد هو اللي فيه باراليسيس. لو لاحظتوا يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه كده، هما دول كومبنسيتد، احنا مش شايفين انجل ولا حاجه، بس هو لقطوا الاطفال دي من برده من الفيشل اسيمتري. طبعا لو عملوا بقى بقيه التستات هيفاجئوا بموضوع ان هو عنده كومبنسيتد فورث نيرف ايه باراليسيس. طيب ده الموضوع اللي هو ايه ازاي بنعمل ازاي بنشوف السايكلو تورشن. السايكلو تورشن خلاص احنا اتفقنا، كنت لسه بقول لك في الكونجنتال ما بيشوفوش سبجكتيف لكن بيشوفوا اوبجكتيف، يبقى المنظر ده غلط، هو العين مش هيحرك حاجه، هو بتاع الكونجنتال هتحط له فيرتيكال واحده حمراء وواحده بيضاء وتقول له انت ايه، هيقول انا شايف خطين فوق بعض، تملي الهايبرتروبيك تشوف الخط بتاعها تحت. فلو العين الرايت هي الهايبرتروبيك او الليفت سي مثلا الليفت هايبرتروبيك ده هيشوف خطه ايه تحت الخط التاني، فعشان كده بنحط صوره ملونه دايما، نحط مادوكس ملون ومادوكس مش ملون، وممكن ما تحطش مادوكس عادي يعني مش شرط يعني. لكن لو العين ده فريش فورث نيرف لا هيقول لك انا شايف الخطين يشوفهم كده خطين فوق بعض مش بارلل لبعض، جايين واحد فيهم اللي هو اللي تحت طبعا هو عامل انجل، والانجل دي تملي بتشاور يعني نهايه الانجل دي بتشاور للعين اللي فيها فورث نيرف بولس. يعني مثلا سي العين ده هو عنده الليفت، هنعتبر ان هو عنده الليفت، ايه اللي حصل؟ هنعتبر ان هو عنده الليفت، هو ده شاف الخط الاحمر، الليفت هي الهايبرتروبيك، فشاف الخط الابيض فوق الخط الاحمر، وشاف الخط الابيض معوج ونزل لتحت ناحيه الليفت، يعني الايبكس بتاعته بتشاور سبحان الله كان الايبكس بتاعت الخط ده بتشاور عن العين اللي فيها مشكله. نقول له اعدل النوب، حرك النوب لعند ما تشوف الخطين هم بارلل لبعض. هيشوف الخطين بارلل لبعض امتى؟ لما اللوب دي مثلا تيجي عند 10 12، هم عموما يعني بحوالي 10 12 ديجري تقريبا السايكلو تورشن مع كل مع حركه او مع باراليسيس بتاع المصل دي. ازاي برضو تشوف انت وانت بتفحص الفندس النورمال اللي هو الليفت فندس ده السنتر بتاع الفوفيا، خط منه خط هيوصل ايه ال 1 3rd اوف اوبتيك نيرف اللور ثيرد. لو ال 1 3rd اما العكس عايز تبتدي من اللور ثيرد وتمشي وتشوف هو جاي في السنتر اوف فوفيا، او تبتدي من السنتر اوف فوفيا انت حر، بس هنا ايه السنتر اوف فوفيا تحت، يبقى بالتالي العين دي قلبت لبره، يبقى ده اكسايكلو تورشن. خلاص لو كان طبعا السنتر اوف فوفيا فوق يبقى العين دي قلبت لجوه ناحيه النوز، يبقى ده انسايكلو تورشن. طيب اهو اللي انا كنت عايزه اقول لك عليه موضوع اللي هم ايه الانجل ده، طبعا مثلا ده الرايت فبالتالي هو شايف الخط معوج وجايب الانجل ناحيه الرايت، انا عرفت الرايت على طول من الايبكس بتاعت الانجل مش محتاج العين، هنقول له حرك النوب جاب 10 اكسايكلو تورشن بقى هيشوف ايه العين كده. طيب دي حاله انا جات لي لطيفه جدا، جايه تلعب من نضار، انا اسفه ان انا يعني حاطه وشها بس عشان اقول لكم ازاي ممكن تعمل. انا شخصيا لاحظت ان البنت عامله هيد تلت، وهي بتقول برضو في الصور ناس كتير لفتوا نظرها لموضوع الهيد تلت ده، وان هي عندها كرونيك نيك بين مثلها في دبلوبيا ولا في اي مشاكل خالص وعندها 18 سنه.
طيب يعني لبستها ماسك بعد الصوره الاولانيه معلش عشان ايه بقيه الحاجات ما تعيش. قلت لها بصي طبعا في الجيزس يمين وشمال ما لاحظتش حاجه قوي غير انها لما بصت يمين يعني بص بص لاحظوا هي عامله التلت فين، عاملاه للرايت شولدر خلاص، والبلبيبرا فيشر بتاع الليفت اي اوسع من البلبيبرا فيشر بتاع الرايت اي، بس ده برضو مش كي قوي عادي يعني، ما ممكن تكون هي اللي راسها معوجه. لما بصت شمال مفيش حاجه، لما بصت يمين اللي هي العين الادكت دي بقيت لاحظت ان البلبيبرا فيشر بتاعها بدا يوسع اكتر، بس برضو ده ما يقوليش حاجه قوي. تعالوا بقى نعمل الرايت هيد تلت مفيش اي حاجه، الليفت هيد تلت ايوه الهايبرتروبيا ظهرت ظهور صريح جدا جدا. يبقى دي كانت ليفت كونجينيتال فورث نيرف خلاص، ولما عملت لها البريزم الفيوشنال فيرتيكال عشان اتاكد انها فورس نيرف انا مش عامل لها حاجه لان البنت كومبنسيتد، لقيت ان انا وصلت 10 بريزم بيز داون. ثانك يو.